وخلينا نبدأ بفكرة هنا السفر، بس قبل ما نتكلم عن المباراة نبدأ بالتحضير، الفترة اللي هي ما بعد إغلاق الملف المحلي والدوري طبعا مع البنك الأهلي، واستعداداتنا من الليلة الثانية أو من اليوم الثاني، وكواليس اللقاءات مع مارسيل كولر باللعيبة، ومين من اللعيبة جاهز ومين اللعيبة مش موجود، وموقف كهربا، والحاجات دي كلها اللي احنا حابين ان احنا برضو نتكلم على. خلينا نبدأ من النقطة دي، كيف بترى كابتن جمال المفروض يكون الاستعدادات اللائقة علشان أبدأ أقول ان انا رايح لكأس العالم للأندية، بس مش رايح أكون ضيف، انا مش رايح أشارك وأمشي، انا رايح أشارك وأعمل فارق عن البطولة الأخيرة أو البطولات السابقة. ده كلام محترم طبعا. النادي الأهلي طبعا من مميزاتنا دايما، أو مميزات النادي الأهلي حتى فنيا، بمجرد الانتهاء من البطولة أو ماتشات في بطولة معينة بيقفل الملف خالص ويبدأ يفكر في البطولة القادمة، وهي طبعا بطولة كأس العالم للأندية. وده كان فعلا تحديدا بعد مباراة البنك الأهلي. النادي الأهلي بدأ يفكر جديا طبعا في البطولة، وإن شاء الله يبقى له بصمة جيدة عن السنوات السابقة. اعتقد ان فنيا الحمد لله الفرقه تقريبا جاهزه بنسبه تقريبا يعني 100%، يعني اصابه وحيده اعتقد احمد نبيل كوكا بس هو اللي اتخلف عن السفر، وباقي الفرقه الحمد لله كلها جاهزه، اعتقد جاهزه بشكل كويس يعني. حتى بعد الايقافات طبعا محمود متولي رجع، والجزئيه بتاعت الناحيه الدفاعيه اعتقد ان هي اتظبطت بشكل كبير جدا جدا بتواجد خالد عبد الفتاح. طبعا اعتقد ان هو لعيب يعني شبه عمل بصمه من اول ما انضم مع النادي، يعني كصفقه كانت فعلا ناجحه جدا بصراحه. لا واضح طبعا، واضح، لان حتى لعيب جوكر يعني فاجئنا بيه في مباراه نادي الزمالك ان هو لعب مدافع، طبعا كانت في ظل الغيابات الكتيره اللي كانت في المدافعين في النادي الاهلي، لعب مدافع بشكل جيد جدا، يعني ادى اعتقد على نفس المستوى اللي بيلعب هو المفروض ان هو ظهير ايمن، جايبينه بديل جيد طبعا لمحمد هاني. اعتقد المنافسه هتبقى قويه جدا في المركز ده، وان شاء الله شايفه لعيب كويس يفيد النادي الاهلي في الفترات القادمه باذن الله.